أما في سوريا حيث تعد محافظة راقة شمال البلاد المعقل الرئيسية لتنظيم الدولة الإسلامية. وفي وقت سابق نفذت القوات المسلحة السورية المدعومة من الولايات المتحدة حصارا على المدينة. حسب أحدث الأنباء فإن الجيش السوري تقدم باتجاه الراقة وحقق بعض المكاسب. أصدر الجيش السوري يوم الاثنين مقاطع فيديو تم تسجيلها يوم الأحد الماضي تظهر تحركه نحو مدينة الرقة انطلاقا من محافظة حماة باتجاه طريق الرقة باتجاه مطار الطبقة لاستعادة هذا المطار. سيطر التنظيم المتطرف على مدينة الطبقة في عام 2014. المسافة بين قاعدة الطبقة الجوية التابعة للقوات الحكومية السورية والمعقل الرئيسي للتنظيم المتطرف في الرقة 50 كيلومترا فقط. وتعتبر مدينة الطبقة طريقا رئيسيا يربط محافظة الرقة ومنطقة شمال حلب. وبدعم من غارات جوية روسية تقدم الجيش السوري نحو أراضي محافظة الرقة. وفي الوقت الراهن يبعد الجيش السوري 40 كيلومترا عن قاعدة الطبقة الجوية. وإضافة إلى ذلك طوقت القوات المسلحة الأخرى المدعومة من الولايات المتحدة التنظيم المتطرف في محافظة الرقة. وفي نهاية مايو الماضي شنت الميليشيات الكردية والعربية المعروفة باسم القوات الديمقراطية السورية عملية عسكرية في منطقة شمال محافظة الرقة. ومن جانب آخر أطلقت المعارضة السورية الأخرى المدعومة من الولايات المتحدة أيضا هجوما عسكريا في غرب الرقة.